ماذا يحدث في شرم الشيخ؟ شرم الشيخ يعني قمة المناخ، القمة 27، قمة التنفيذ. دي العهدة المصرية، خد بالك، دي عهدة، والتوصيات بتاعتها اللي هتدخل في إطار التنفيذ سوف تصبح وديعة مصر أمام العالم. خلونا ناخد معانا عبر زوم أستاذ عبد الله عماد، منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر المناخ كوب 27. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله زي الفل. الأستاذ الفاضل عبد الله عماد، يعني إيه منسق نقطة الاتصال الوطنية؟ طيب خليني أحكي لك الأول يعني إيه نقطة الاتصال الوطنية، وكذلك برضو احنا النقطة الاتصال الوطنية دي المؤتمر اسمه كوي 17، وده مؤتمر الشباب التابع للأمم المتحدة للمناخ. ده بيحصل كل سنة قبل الكوب، يعني السنة دي احنا عندنا كوب 27، فبالتالي عندنا كوي 17. كوي 17 ده بتقوم بيه منظمة اسمها اليونجو، واليونجو هي المنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحدة لتغير المناخ، فده تبع اليو ان وده تبع اليو ان. حلو. بس احنا المؤتمر بتاع كوي 17 اساسي للشباب، فاحنا بنعمل سيميوليشن للكوب اللي بيحصل بقى من كل الدول اللي بتيجي والكلام ده كله، بس الشباب بيكونوا موجودين فيه. استاذ يوسف احنا بنتكلم عن اربع حاجات اساسيه بنوفرها في خلال كوي 17. واحد اللي احنا بنريز اويرنس اند كاباسيتي بيلدينج، احنا بنعرف الناس ايه هي اصلا قضيه تغير المناخ ومدى اهميه الكوب. تاني نقطه اللي احنا بنعمل نتوركينج وبنعرف الناس ببعضيهم، لان احنا انا برضو الفاوندر بتاع اكت سستينابل، هي سوشيال انتربرايز شغاله في المجال بتاع البيئه في مصر، واحنا كنا مسؤولين على الاجنده، فالاجنده كان عباره عن ان احنا عندنا خمس حاجات شغاله في نفس الوقت، فبالتالي انا لما اكون جاي احضر المؤتمر هضطر ان اختار واحده بس منهم احضر، فبالتالي هضطر اسال الناس اللي معايا التانيين هم حضروا ايه في الاربع حاجات التانيه، فبالتالي بخلي الناس تتعرف على بعض اكتر. ثالث نقطه وهي الكالتشر اكسشينج اللي هو التبادل الثقافي، احنا كان عندنا اكتر من 140 دوله ممثله في كوي 17. واخر واهم حاجه وهي الجلوبال يوث ستيتمنت، الورقه بقى اللي الشباب بيطلعوها ويقولوا بقى يوسف دي هي الوثيقه اللي هنسلمها للكوب 27 سفير سامح شكري وسايمون ستيف اللي هو ممثل الامم المتحده سكرتير الامم المتحده، وفعلا كانوا موجودين من يومين في الحفل الختامي في كوي 17 وسلمناهم الوثيقه دي، والنهارده في الاوبننج بيتم اعطائها من خلال شباب اللي شاركوا في كتابتها دي، وده حدث طبعا بيبقى مهم جدا جدا للشباب اللي احنا بنقول هي دي ارائنا في اللي هيحصل في كوب 27. طيب ده كلام محترم جدا. من واقع التجربه، الورقه اللي بيقدمها الشباب للمؤتمر الاكبر لو صح التعبير يعني، الى اي مدى بيتم الالتزام بالتوصيات او اخذ التوصيات بتاعه الشباب بجديه؟ طيب انا بقالي تقريبا 4 سنين بحضر كوبس، وبقالي 7 سنين شغال في المجال بتاع كلايمت تشينج وشغال مع اليونجو. عاوز اقول لك ان احنا كشباب بيبقى عندنا حاجه اسمها ستوك تيك، يعني نقطه كده بنقيم احنا الورقه بتاعتنا وصلت لحد فين، وده هيكون السنه دي يوم 10 نوفمبر هيبقى في حاجه اسمها يوم الشباب، ده احد الايام اللي موجود جوه الكوب. في يوم الشباب دوت انا بقيم بقى، يعني النهارده احنا بدانا فمعاك 4 ايام، فبنشوف هل فعلا اللي حصل في الاربع ايام دوت تم ادراك الترشيحات والريكومنديشن والتوصيات اللي احنا حطيناها دي ولا لا، وده بيكون بحضور بقى طبعا وزير الشباب وكذلك الكوب 27 بريزنسي اللي هو الرئاسه بتاعه الكوب 27 وكذلك ممثلين من اليو ان، عشان فعلا الشباب تقعد معاهم ويتناقشوا زي ما انا بكلمك دلوقتي كده، يقولوا لهم عملتوا ايه في اللي احنا سلمناه لكم، لان في الاول والاخر الكوب او التغير المناخ هو اللي هيتاثر فيه اكتر هو احنا، مش احنا بس، احنا واولادنا واحفادنا في المستقبل، الاجيال القادمه كلها. بالظبط بالظبط، فلازم يبقى كلامنا برضو يتحط في الاعتبار في اتخاذ القرارات بتاع الدول. طيب سؤال على الهامش لو صح التعبير، وان كان بالنسبه لي هو سؤال انا بعتقد انه مهم جدا، حجم مشاركة الشباب في هذا المؤتمر، مش بس المشاركة في إعداد أجندة معينة أو المشاركة بتوصيات من خلال كوي، لكن المشاركة المتعلقة بتنظيم وتنسيق هذا المؤتمر. اولا زي ما قلت لك، يعني انا مش عشان مصري انا بقول الكلام ده، بس فعلا المؤتمر السنة دي على سكيل اكبر بكتير جدا، البلو زون والجرين زون السنة دي بشكل كبير جدا، يعني مفروشه بشكل جدا. لا السنه دي احنا عندنا المساحه اكبر، عندنا الشباب اكبر بكتير جدا،
والشباب كمان واخدين البادج بتاع السكرتاريا، يعني كانهم شغالين في اليو ان بالظبط، وبيعملوا الحاجات اللي اليو ان المفروض كانت تعملها. لكن السنه دي دول شباب مصريين، دول مختارين من الحكومه المصريه، وهم اللي بيعملوا التنسيق دوت، وهم اللي بيسجلوا الناس ويدخلوهم، وهم اللي بيحركوا الناس داخل المؤتمر. فدي حاجه يعني فعلا يعني نستدعي الفخر فيها، ان الشباب مصريين هم اللي بيعملوا حاجه زي كده وبيساعدوا في تنظيم مؤتمر بالحجم ده. يعني الشكل اللي انا شايفه ده، يعني انا مش عارف شفت الحلقه من اولها ولا لا، ولا اظن انك شفتها وليك عذرك لانك اكيد شغال. انا كنت بقول انا يعني اسعدني الحظ بحكم المهنه انه حضرت حاجات كتير في الامم المتحده في نيويورك، حضرت مؤتمرات دوليه كتير في اوروبا الى اخره، فاقدر اقول بملو الفم كده اللي انا شايفه قدامي ده مش زي بتاع الاجانب. انا ما عنديش عقده خواجه، هو بجد احسن. هنا بقى احنا شباب، اخواتنا الاصغر او اولادنا باعتباري ان انا خلاص على مشارف الخمسين، سيادتكم اللي عاملين ده بايديكم، بطريقتكم، بتنسيقكم، بتنظيمكم، ده حقيقي. يعني احنا مشاركين بشكل كبير جدا في الشكل اللي طلع دوت. طبعا الحكومه المصريه والرئاسه يعني طبعا هي اللي عملت الشغل الاكبر، لكن احنا الايادي الصغيره اللي على الارض اللي بتتحرك، احنا اللي بنعمل امبلمنتيشن، احنا اللي بنعمل تنفيذ على ارض الواقع. فطبعا الناس حتى لما تكون جايه من بره وتشوف الشباب المصري، بيعرفوا ان قد ايه الناس متعاونه. وحتى كنت لسه من شويه كنت قاعد مع ناس من هولندا، وكانوا مبسوطين جدا بقد ايه المصريين يعني عندهم هوسبيتاليتي، عندهم كرم ضيافه، وعندهم حسن استقبال، وبيسيبوا الناس ببشاشه. فدي حاجه كلها يعني تسعدني كمصري اولا، وتسعدني كشاب ثانيا. طب صديقي عبد الله، عندي برضو سؤال، معلش انا اثقل عليك حبه يعني. لا اتفضل. انت قلت لي جمله انا هاكدها معاك، قلت لي احنا انا السنه اللي فاتت حضرت في جلاسكو وكان في كذا وكذا وكذا وكذا، يعني ما كانتش معموله بالكفاءه اللي نفسنا فيها. احنا السنة دي تفوقنا على مؤتمر جلاسكو، يعني انا هنا في مصر تفوقت على مؤتمر كان في اسكتلندا المملكة المتحدة. ده حقيقي. انا عاوز اقول لك استاذ يوسف، انا كنت من المنظمين لمؤتمر الشباب اللي هو بيحصل قبل الكوب في جلاسكو، والسنة دي كنت انا نقطة الاتصال، فانا نظمت الاثنين. وبرضه كذلك احنا بعد ما خلصنا الكوب 26 في جلاسكو، انا طلعت بورقه كده سلمتها لرئاسه الوزراء بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والرياضه، وقلت يا جماعه دي بعض الاخطاء اللي انا كمصري وكواحد بيحضر بقالي 4 سنين عاوزين نتفاداها. انا عاوز اقول لك استاذ يوسف، احنا تفادينا الاخطاء دي وعديناها. يعني زي ما قلت لك، احنا الحمد لله الناس ما اشتكتش خالص في التسجيل النهارده، ما حدش اشتكى خالص من موضوع التسجيل. الميديا واخده راحتها في الكفرج بتاعه المؤتمر، الناس حضرت السيشنز بتاعتها في وقتها، كل حاجه الحمد لله ماشيه تمام يعني. فده السنه اللي فاتت كانت مهزله الصراحه، وحتى الناس نزلت ستوريز وحاجات زي كده، اللي هو الطوابير بالذات في الدخول كانت الصراحه مش احسن حاجه. السنه دي الحمد لله انا ممكن اقول لك مثلا على مد البصر كده تلاقي ناس واقفه بتسجل بس عشان تسجل ال 40,000 واحد اللي جايين دول، لما يخشوا كلهم على الكاونتر بتاع الريجستريشن ما يوقفوش، يعني الموضوع على طول تلاقيه دايما بيتحرك. مصر عظيمة والله العظيم، بس عظيمة بأهلها. أشكرك جدا 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 يا عبد الله، كل التوفيق، ومن ناحيتي كل الفخر بيكوا بصراحة، حاجة تفرح وتشرف إلى أبعد الحدود. كل الشكر للأستاذ عبد الله عماد، منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر المناخ. خدت بالك من الكلمتين اللي اتقالوا دول؟ خد بالك الكلمتين اللي في الآخر دول خلاصة. خلاصة إلى أي مدى؟ ده بنتكلم على هذا الرجل محترم عبد الله عماد، شارك في التنظيم السنه اللي فاتت في اسكتلندا في جلاسكو، وشارك السنه دي. طيب السنه دي احنا موجودين في البيت عندنا في مصر في شرم الشيخ، فالراجل كان محدد جدا، قال لك كان في مشكله في بعض الامور المتعلقه بالتنظيم والتسجيل وما الى ذلك، وكانت الطوابير كبيره جدا لدرجه انه كتير جدا من الحضور كانوا بيعملوا ستوريز على السوشيال ميديا يتكلموا فيها او يصوروا او يسجلوا او يوثقوا معاناتهم في مساله التسجيل والدخول وما الى ذلك. السنه دي الحمد لله والشكر لله ما فيش شكوى. طب السنه دي مين اللي شغال بايديه؟ امريكان، انجليز، فرنساويين، المان، يابانيين، كوريين، صينيين؟ لا، مصريين فقط لا غير. طبيعي مؤتمر في مصر هينظمه المصريين بمنتهى. يا سيدي الفاضل، عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، لو فضل عندك أي بقايا من عقدة الخواجة أرجوك بالمشهد ده تخلى عنها.
مصر تقدر تعمل مؤتمرات دولية، مصر تقدر تعمل صناعة متفوقة زيها زي أي بلد في العالم، مصر تقدر تعمل اقتصاد شديد القوة زيه زي أي بلد في العالم، مصر تقدر تعمل أن تكون رقما فاعلا حقيقيا في السياسة الدولية زي كبريات عواصم صنع القرار في العالم، مصر تقدر أنها تفعل اتفاقات وتفعل توصيات لتتحول إلى حيز التنفيذ.